تتصور انه الانسان عنده جناحين، الانسان كطير عنده جناحين، جناح العلم وجناح الروحانيه. اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم الى هذه الحلقه الجديده من للتاريخ، كعادتها نافذه على اسئله الفكر والثقافة والمجتمع يعني. ولكن الفارق أن هذا يمكن تقصيه تاريخيا. 2022 إنسانية الإنترنت والأقمار الصناعية، إنسانية تاريخ الديانة البهائية. الدين البهائي هو دين عالمي. ما الذي تساوي تعاليم بهاء الله وتعاليم البهائية في مواجهة تحديات إنسانية اليوم؟ إذن وأتت لتستجيب لتطلعات الإنسانية في زماننا. أعطيني تاريخ الديانة البهائية. توحيدية 100%، لأنه حضرة بهاء الله جاء ليعيد مفهوم الدين. كل ما تفضلت به سي برهان أنا موافق 100%، بمعنى النظرة الدينية السابقة العليوية الأبوية اللي فيها تمييز بين الرجل والمرأة، اللي فيها تمييز بين المؤمن والكافر، اللي فيها تمييز بين الغناء والفقر، بين العالم هكا اللي يتباهى في مكانته في علميه وبين الإنسان المتواضع، هي ليس بالدين من شيء. فكل المفاهيم السابقة حول البهائية والبهائيين في العالم في تونس بعد هذا الفصل.